أنا كريم ديابيرا، عمري 30 سنة، وقد تابعت دراستي حتى الثانوية العامة في موريتانيا. بدأت مع كينروس في عام 2010 كمعدني مساعد، وتطورت حتى أصبحت معدنياً، ثم معدنياً مهندساً، وفي الأخير أصبحت مساعداً في إدارة قسم المعادن. يتمثل عمل قسم المعادن في مرحلة أولى في الإشراف على العمليات، أي استرجاع جميع معطيات العمليات سواء على مستوى أخذ العينات أو العمليات الصرفة وصياغة تقارير لإبلاغ الرؤساء عن نوعية الإنتاج وأدائه. منذ أن التحقت بكينروس تغيرت أشياء كثيرة في حياتي، وخاصة دوري في المجتمع وفي أسرتي. هكذا تمكنت من المساهمة في استكمال دراسة أختي الصغرى والتكفل بها بشكل كلي، وتمكنت على المستوى المهني من تنمية نفسي واكتساب خبرات لم أكن أكتسبها في السابق. واليوم أعتقد أنه بإمكاني المساهمة بشكل أفضل في تنمية بلدي بفضل هذه التجربة التي أعيشها اليوم.